خلاص سكر. مساء الخير، يومكم طيب متابعينا. وعرض جديد موجود داخل معرض بسم الله ما شاء الله، هي K5 كورية اللون أبيض، سيارة بجميع المزايا باستثناء البانوراما، بصمة، صالون جلد للدمامي للخلفي. طبعا سيارة استيراد كوريا، محرك العشرين العادي، وبسعر 30.5 جمرك برسالة مفتوحة، حساس أمامي، حساس خلفي، للخلفي للدمامي، ديسك مكحل كبير. بعد السيارة من داخل شاشة، كاميرا، تدفئة، تبريد في المقاعد، ناقصة بانوراما السيارة، جمرك رسالة مفتوحة. طبعا محرك 20 زي ما قلت لكم العادي، سعر بيعها 30.5. سيارة بسم الله ما شاء الله، ربي يبارك، استعمالها ممتاز جدا. سيارة خالية من القص والقشرة والحوادث، كربون أصلي، محرك كامبيو بالكشف وبالضمان، أي عيب مقبولة مرجوعة. هذه السيارة من داخل، هتدفي في المقاعد، شاشة، كاميرا، بصمة. الشاشة هاي بسم الله ما شاء الله شغالة، تكييف الله يبارك، مشيها بالكيلو 158,000. ما فيش شيء يثبت انه هو لها المشي او لا، ولكن هذا الموجود الكوري كله هيك، ما فيش كيف تطلع على برقم هيكل ولا حتى حاجة، والناس تشري في الكوري عارفاتها. ان شاء الله يكون مشيها الاصلي، الله اعلم. هم احنا بيعنا بدون ضمان في المشي، ضمان كمبيو، ضمان محرك، ضمان ورق، اجراءاتها امورها تمام، هذا حقك اعلن المشي الله اعلم. السيارة موجودة داخل المعرض، معرض احمد المائي، الطريق الساحلي. لاستفسار الارقام موجودة عندكم على الصفحة، وزيارتنا داخل المعرض.